أنا الآن في نقطة عسكرية للتحالف الدولي، حيث تشن قوات سوريا الديمقراطية المرحلة الأخيرة من حملة عاصفة الجزيرة، والتي تستهدف تحرير منطقة هجين والقرى والمزارع المحيطة بها. من هذه النقطة تقوم قوات التحالف الدولي بقصف قرية الباغوز، حيث تقدمت قوات سوريا الديمقراطية خلال 24 ساعة الماضية مسافة 7 كيلومتر، وهي الآن متواجدة في وسط قرية باغوز. التحالف الدولي يدعم قوات سوريا الديمقراطية عبر القصف المدفعي وكذلك قذائف الهاون، بالإضافة إلى القصف الجوي. بحسب مسؤولي قوات سوريا الديمقراطية، فإن تنظيم داعش يتراجع، ولكن قام بزراعة العديد من الألغام في المنطقة، ما يبطئ تقدم قوات سوريا الديمقراطية على الأرض.